تعتمد العين على الغشاء الدمعي اللي بيعمل على ترطيبها بصورة مستمرة، وده بيحافظ على صفاء الرؤية والشعور بالراحة. هي الدموع دي بتحتوي على إيه؟ أولاً بتحتوي على ماء للترطيب، وفيها كمان زيوت بتخلي العين زلقة وبتمنع تبخر السوائل الدمعية، بالإضافة إلى مادة مخاطية عشان توزع الدمع بالتساوي على كل سطح العين، مع وجود أجسام مضادة وبروتينات خاصة لمقاومة الالتهابات. اللي بيفرز المكونات دي هي غدد دمعية حول العين، ولما بيبقى فيها مشكلة وقتها بيبدأ الشخص يحس بأعراض جفاف العين. جفاف العين ممكن يكون نتيجة زي ما قلنا خلل أو قصور في النظام الدمعي، أو إن الدموع نفسها بتتبخر بسرعة عن المعتاد نتيجة عوامل مناخية الإي سي أو جفاف الجو أو. موضوعنا النهاردة هيكون عن علاج جفاف العين. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من جوه الصيدلية. خلينا نبدأ حلقتنا بسؤال: إيه الأعراض اللي ممكن تحسها لما يكون عندك جفاف في العين؟ هتحس بألم، بحرقة في العين، تحس بحكة، تحس باحمرار، هتحس بضبابية الرؤية. الناس اللي عندها جفاف في العين بتلاحظ أحيانا نزول كميات كبيرة من الدم على الخدود، وده بيخليه مرتبك. هو أنا عندي جفاف في العين ولا أنا عندي التهاب ولا أنا عندي إيه؟ سبحان الله، العين لما بيكونش عندها الترطيب الكافي بتبعت رسالة عن طريق الجهاز العصبي للجسم عشان يزودها بالمواد الغذائية اللازمة عشان ترطبها، واستغابة ده العين بتبدأ تطلع دمع. الدمع ده اللي بيسموه دمع الطوارئ، يعني زي alarming ring كده، ان انت محتاج انك ترطب عينك. دي كانت الاعراض. ايه هي الاسباب، اسباب الاصابة بجفاف العين عشان ناخد بالنا منها؟ الاسباب هتلاقيها بتختلف من شخص للتاني، لكن لو حبينا نجمعها ممكن تكون: اول حاجة ان في مشكلة في الافرازات الغدد المبطنة للجفون، مثلا تكون اتسدت، مثلا ان الدموع مثلا بتجف نتيجة التعرض للهواء الجاف، وطبعا مع ارتفاع درجة الحرارة الموضوع ده بيزيد. ولما بيكون في مشكلة في الغدد اللي بتفرز المواد الزيتية زي ما قلنا، يعني في دموع وفي افرازات بس مفيش الزيت، لما بيكون مفيش الزيت الدمع نفسه بيتبخر بسرعة اكتر من الطبيعي، بسبب ده بتحس بجفاف العين. في طبعا امراض بتسبب جفاف العين، زي ايه؟ الناس اللي عندها الغده الدرقيه، الناس اللي عندها التهاب المفاصل روماتويد، والناس اللي عندها السكري، الناس اللي عندها سكر طبعا بتحس طول الوقت بجفاف العين، ولازم طول الوقت يستخدموا حاجه عشان جفاف العين. طيب ايه كمان ممكن يكون بيسبب جفاف العين؟ في ادويه معينه اول ما تستخدمها يجي لك جفاف في العين. الادويه دي زي ايه مثلا؟ زي مضادات الحساسيه، الانتي هيستامين، زي الحاجات اللي بتنيم، زي مضادات الاحتقان، زي الحاجات اللي بتعالج الاكتئاب، والاكثر اللي معروف قوي الحاجات اللي بتعالج حب الشباب زي الرؤكيوتان. الرؤكيوتان بينشف الجسم كله وبيأثر كتير جدا على جفاف العين، وهي دي الاسباب اللي ممكن تكون بتعمل لك جفاف العين. ندخل بقى على الحاجه الجميله اللي انتم مستنيينها: اعالجها ازاي؟ طبعا اغلب العلاج ان انت بتشوف الاسباب، لو انت عندك سبب معين فبتبدا تعالج السبب ده، او تبدا تحوش السبب ده فتبدا تقلل من جفاف العين. تاني حاجه، الدكاتره دايما بيوصفوا الدموع الصناعيه، وافضلهم هي الحاجات اللي بيكون فيها حمض الهيلارونيك اسيد، لانه بيرطب وفي نفس الوقت بيقلل الاحتكاك وبيعالج لو في اي التهاب عندك او احمرار. اشهر حاجتين موجودين في السوق هو الارتلاك ادفانس، وعندنا حاجه اسمها فيديال. سبحان الله، العلماء اكتشفوا ان حبوب الاوميجا 3 مفيده جدا في موضوع جفاف العين وجفاف البشره بشكل عام، وانه في خلال 10 ايام بس من استخدام كبسولات الاوميجا 3 الناس بتحس بتحسن ملحوظ جدا في افراز الغدد الدمعيه والدهون بشكل عام جدا. عشان كده احنا كتير بنوصف الاوميجا 3 للناس اللي عندها اكزيما والناس اللي عندها دراي سكن. طبعا لازم نفرق بشكل كبير جدا بين اعراض جفاف العين وعدوى العين البكتيرية، حاجة مثلا زي التراكوما. التراكوما دي بيكون سببها عدوى من نوع بكتيريا، البكتيريا دي بتكون مرتبطة بالأمراض اللي بتنتشر عن طريق الجنس اللي هو sexual transmitted disease. غالبا العدوى بتحصل بسبب انك تكون سلمت على حد مش نظيف او استخدمت حاجته. الأعراض بسيطة جدا، هي نفس أعراض جفاف العين، بالإضافة انك بتحس بوجود حبة رملة او جسم صغير بيتحرك في عيني. في ناس تقول لك والله انا حاسس ان في دبانة بتتحرك في عيني. غالبا ده بيكون لو انت شفت، لو رفعت العين بتلاقي زي عنده زي ألسر او قرحة صغيرة كده، هي اللي عامله له المشكلة دي. ايه العلاج لو انا عندي تراكوما مثلا؟ اعمل ايه؟ علاجها انك بتستخدم نوعين من القطرة، نوع اسمه التوبريكس والنوع الثاني اسمه فيوسيثالميك. بتستخدم فيوسيثالميك مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. توبريكس بتستخدم نقطة في كل عين 3 مرات في اليوم لمدة 5 أيام، ومعاها طبعا لازم تستخدم حاجة تغسل العين وترطبها من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. وبما اننا اتكلمنا عن العدوى البكتيرية، يبقى لازم طبعا برضو نفرق
بشكل كبير جدا بين اعراض جفاف العين والعدوى البكتيريه اللي هي البليفرايتس. كتير من الناس بيبقى عندهم حكه وجفاف عين وبيروحوا بياخدوا مرطبات كتير جدا للعين وما بيحسوش باي نتيجه. ليه بقى؟ لان انت بيبقى عندك عدوى بكتيريه، العدوى البكتيريه دي مش هتروح طول ما انت ما بتستخدمش ليها مضاد حيوي. ايه الاعراض بتاع البليفرايتس؟ هي نفس اعراض الجفاف العين، بالاضافه الى انك لما بتصحى من النوم بتلاقي زي ديستشارج او بتلاقي زي فرزات بشكل خفيف كده على رموش العين من تحت. فاغلب الناس لما بتيجي تساله انت عندك غمس او عندك عماص او في افرازات يقول لك لا، لان هو كل الناس متوقع انها بتفرز هنا بس، لكن مع البليفرايتس بتلاقيها بتفرز فوق عند رموش. واغلب الناس لما بتصحى من النوم بتفرك العين فبتطلع في ايديها وما بتحسش بيها. بس انت لازم كصيدلي او لو حد جالك في الصيدليه فبتسال عليها، لو عنده الكلام ده يبقى انت لازم تديله مضاد حيوي. حاجه زي ايه؟ حاجه زي قطره الماكسترول. ماكسترول بيستخدم قطره في كل عين 3 مرات في اليوم لمده 5 ايام. طبعا لازم يستخدم معاها حاجه زي الفيديال او الارتلاك ادفانس، ويغسل عينه بحاجه زي التينمير او باي حاجه ميه وملح تبقى تغسل العين وتنظف. في الفيديو ده اتكلمنا عن مشاكل العين بشكل كبير، اتكلمنا اكتر عن جفاف العين. جفاف العين خدنا ان احنا اتكلمنا عن العدوى البكتيريه اللي هي التراكوما وعدوى البليفرايتس، واعتقد ان انتوا بالشكل ده عارفين كل حاجه عن مشاكل العين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان احنا نكون بسطنا الموضوع بشكل مناسب وبشكل يكون على قد الثقه. شكرا جزيلا للمشاهده، دمتم في صحه ودمتم في عافيه، دمتم في رعايه الله وامنه، والى لقاء باذن الله قريب. اشوفكم الحلقه الجايه من جوه الصيدليه.